محليا صرح لاعب وفاق سطيف إبراهيم حشودة أنهم سيواصلون العمل جاهدين بهدف اللعب على الأدوار الأولى في البطولة الوطنية وإعادة النادي الصيفي إلى منصة التتويجات. هذا ودعا حشود جميع محبي الفريق إلى ضرورة تكاثف الجهود لمساندة النسر الصيفي. أهداف تاعنا إحنا ما نستناوش من إدارة الفريق ولا تحدد لنا الأهداف، لأنه أي لاعب يجي لوفاق سطيف يعرف بلي الهدف الأول هو البطولات هو الكؤوس. إن شاء الله لما لا تسعى في سطيف هذا العام إن شاء الله يا ربي، ونبقاو نخدمو غير على أجل هذه الحاجة. الجمهور هو يعرف لوبجيكتيف تاعو، ملي تأسس الجمهور ملي تأسست وفاق سطيف يعرفوا كلمة واحدة: تتويجات، كؤوس، منصات تتويج ككل. ان شاء الله احنا نطالبوا من الانصار يبقوا واقفين معنا كيما عودونا وكيما كانوا ويبقوا معنا ان شاء الله. ان شاء الله هذا العام ان شاء الله ندخلوا كاس للصيف.